أهلا وسهلا بيكم في وزارة الموارد المائية وفي قطاع شؤون الرصد والاتصالات والمعلومات والتليمتري في الوزارة. بداية الوزارة بادية من زمان في أعمال التحول الرقمي. التحول الرقمي في إدارة الأعمال في وتقديم الخدمات في قطاع مختص مسؤول عن أعمال التحول الرقمي وانتقال العاصمة الإدارية بالتعاون معنا وهو قطاع التخطيط. أنا هكلمك النهاردة على التحول الرقمي في إدارة أعمال المية وإدارة توزيع المية اللي الوزارة بتقوم فيها، وإزاي بنأهل تكنولوجيات الاتصالات ونظم المعلومات في إن إحنا ندير مواردنا المائية اللي لا يخفى على أحد، يعني إزاي هي محدودة وإزاي إن احتياجاتنا أكتر بكتير من مواردنا، وإن إحنا بنعتمد على نهر النيل يعني على مواردنا من بره أكتر من المورد الأساسي يعني. فكان لازم الوزارة تفكر في إدارة رشيدة وإدارة حديثة بحيث ان انا اجري ولا كل نقطه ميه واحافظ عليها ووديها في مكانها الصح وفي الوقت الصح برضه. فاحنا هنا في المكان ده المركز الرئيسي لاستقبال اي بيانات تخص مواردنا المائيه، بنستقبلها بصوره لحظيه بحيث في الوزاره يعني لو عايز استفيد من حاجه او اتحكم فيها لازم اقيسها بطريقه صح وفي وقت صح. فهنا احنا عارفين بنستقبل بيانات اللي بتخص المياه يعني، سواء مناصيب مياه، سواء تشغيل وحدات طرمبات، سواء بيانات مناخ تخص المطر، سواء بيانات مياه جوفيه مياه، يعني بنبص ورا نقطه المياه سواء في السماء، في المجاري المائيه، تحت الارض، في كل حته، وعايز اعرف هي فين وقد ايه وحالتها ايه بحيث اقدر اخد قرار صح. فاحنا هنا بنستقبل بصوره لحظيه البيانات من ما يقرب من او اكتر من 250 موقع، 254 موقع دلوقتي متوزعين على مستوى القطر المصري كله. البيانات بتيجي بصوره اوتوماتيكيه على 2 كمبيوتر او 2 خادم هنا في الوزاره في المكان اللي احنا قاعدين في الاوضه اللي ورايا، والاثنين سيرفر دول بيستقبلوا البيانات كل ساعة، بياخدوا البيانات دي يخزنوها في قواعد بيانات، وبيبقى عندي زي جدول بأسماء المسؤولين عن إدارة وتوزيع المية في الوزارة وفي إدارات الري في المحافظات، أسماء متخذ القرار اللي هم ليهم علاقة بالمية، أسماء المسؤولين عن إدارة الكوارث، أي حد في الوزارة بيتعامل مع المية، وايه هو البيان اللي يخصه واللي لازم يروح له ويروح له في الوقت الصح، مش يروح له في وقت غلط. اول ما بتيجي الداتا او بتيجي البيانات بتروح رايحه على الشخص المسؤول اوتوماتيك. الاليه دي او اليه تجميع البيانات واستقبالها وتوزيعها على الساده المختصين او المسؤولين بتتم بدون تدخل العنصر البشري خالص، هو ماشينز او الات بتكلم بعضها، بننقل البيانات دي من المواقع الى الوزاره هنا ومن الوزاره للمستخدمين باستخدام، بنطور نفسنا مع التكنولوجيا. الوقت كنا زمان بنستخدم الترددات العاليه وكنا بندفع ايجار ترددات كتيره وابراج والكلام ده، مع تقدم العلم ودخول التكنولوجي ودخول شبكات المحمول استغلينا شبكات المحمول في نقل هذه البيانات. وطبعا علشان يبقى في ريلايبيليتي او اعتماديه، علشان اتاكد ان انا في البيانات بستقبلها بصوره دقيقه ومستمره طول الوقت، وعشان هو ده التكنولوجي، ده التطور الطبيعي للتكنولوجيا. فلازم حضرتك كنت بتستخدم التليفون الارضي زمان، دلوقتي ممكن بقى الموبايل، يعني ما فيش تشويس تانية او ما فيش اختيار تاني.